يا عماد، يا عماد انت فين يا زفت؟ قولي بقى، انت بتضيع في وقتك على الفاضي؟ ماشي، انا اوريك بقى تضيع في وقتك ازاي. تستاهل، علشان لو كنت رديت عليا ما كنتش هعمل فيك كده، بس انت تستاهل. يا عماد، يا عماد يا حبيبي، انا جبت لك الشاي اهو. يا لهوي، هي عملت فيه كده ليه؟ البنت المفترية. السلام عليكم ورحمة الله. خير يا أستاذة، في إيه؟ ليه كده بس يا أستاذة؟ أنت كل ده، أنا بنيت عليك من بدري، أنت كل ده بتعمل إيه؟ أنا يا أستاذة بصلي. كل يوم كل شوية بصلي بصلي بصلي، في إيه؟ مفيش حاجة، ده فرض ربنا بس يا أستاذة. خلص تعالى ورايا يلا عشان عايزاك. حاضر. إيه يا عماد ده؟ فيك إيه يا حبيبي؟ مين اللي عمل فيك كده؟ عملت إيه؟ أنت شايفة؟ حسب الله ونعم الوكيل فيها، هي بنت الكلب اللي عملت فيك كده؟ أنت مش شفتي؟ احنا لازم نمشي، احنا لازم نمشي ونسيب لها الدنيا الضربة على دماغها ودماغ اللي جابوها. بس نمشي في ايه بس؟ وقرطة رايحة للي في رقبتي دي، اصرف عليهم منين واوكلهم منين؟ لينا رب كبير، لا احنا لحد امتى نفضل مستحملين اهانتها كده؟ مفيش شغل يا بنتي، مفيش شغل. يعني انت عاجبك اللي بتعمله فيك دوت؟ انا مش عاجبني. عاجبك عشان الجنين قال لي من كرامتنا؟ مش عاجبني بس غصب عني، مال علي اكلهم منين وادخلهم مدارس منين؟ اسكتي بس. لينا رب كريم، لينا رب كريم هيرزقنا. بس الغر من وش الحربايه ديت. اقعدي بس هنا. لا سيبها تشيلها. اسكتي، اوعى تتحركي من هنا. انت شايف؟ يا رب استرها يا رب. منك لله بعيدة، حسب الله ونعم الوكيل فيكي، ربنا ينتقم منك. خير يا استاذ، خير يا استاذ مورين. انت هتقعد ولا ايه؟ قوم اقعد. انا ايه ده اللي انت بتعمله ده يا استاذ؟ معلش، هو انا كل ما احتاجك ملاقكش؟ استاذ كنت بصلي بس. بتصلي ايه انت؟ كل شويه بصلي بصلي بصلي، انا ما بشوفكش اصلا. ليه يا استاذه؟ والله ده انا بس سمعت ان انت ما كنت لو كنت سمعتك. بقول لك ايه، هي خلاص خلصت كده، انت كان ليك باقي شغلك 500 جنيه اهو، يلا مش عايز اشوفك هنا تاني. استاذه بالله عليك، مش عايز اشوفك هنا تاني. بس اسمعني، خلاص خلصت كلامي يلا. يا استاذه ده صبر، ده يحشي وقت يا استاذ. يا استاذ بالله عليك، انا مش هفهم. خلاص انا خلصت كلامي، ما بعيدش كلامي مرتين. الو، مساء الخير استاذ اسلام، ازاي حضرتك؟ بقول لحضرتك يا استاذ اسلام، كنت عايز اعمل بدل العامل اللي عندي ده لان انا مشيته النهارده. خلاص تمام، ماشي ماشي، يلا باي. ايه ده؟ عملت ايه جوه؟ هي اديتك دولت عشان خاطر اللي عملته فيك بنت المفتريه؟ خش رمم لها في وشها وقول لها احنا ما بنقبلش عوض، خش قول لها احنا مش عايزين فلوس منها، خش ادهم لها. انت ليه خدتهم منها اصلا؟ ده بقى الرات. راتي بايه؟ وقالت لي امشي بقى، خدي عالك وامشي من هنا. يا نصيبتي؟ يلا حسب الله ونعم الوكيل فيها، لينا رب اسمه كريم، منك لله يا شيخه. طب وانا هشوف لك عامل منين دلوقتي؟ طيب خلاص خلاص، اهدي اهدي وانا هتصرف. سلام. طب والله فكره. بقول لك ايه يا برنس؟ عمر يا استاذ، هو انت الشغلانه دي بتجازي معاك؟ والله ولا مجازي ولا حاجه، بس نعمل ايه عشان ما في منيله؟ مفيش منيله مفيش. طب بقول لك ايه رايك بقى في اللي يجيب لك شغلانه ب 5000 في الشهر؟ 5000 في الشهر؟ ده انت يبقى رحمتني وعملت معايا الصح يا استاذ. ده انا بتمرمط في الشوارع والمحلات هنا ويمين وشمال، ده انا تحت امرك يا باشا. تمام، اعتبر الموضوع مالي، بس ما تاثرش رقبتي بقى مع الناس. يا باشا انا خليك رقبتك دي قد كده يا باشا. تفاهم. طيب خلاص ماشي، هديك العنوان. ماشي يا باشا، ربنا يسترها عليك يا باشا، فجزيك خير يا رب. حسب الله ونعم الوكيل فيها، ربنا ينتقم منها. هنعمل ايه يا عماد؟ هنفضل في الشارع؟ الو يا استاذ اسلام، بجد والله لقيته؟ طيب اهم حاجه بس يكون عامل كويس وبيسمع الكلام، لان اللي كان معايا كان مكفرني بصراحه. تمام انا مستنياه. خلاص تمام ماشي، سلام. ايش ايش بقى، انا هشتغل في المكان الفخم ده؟ امك تعالى يا محمد. قول يا شيخ انت غلطتيني يا استاذه. ادخل.
السلام عليكم يا استاذ. عليكم السلام. انا استاذ اسلام بعتني هنا عشان الشغل وكده، يعني اروق اشوف. ايوه انت العامل الجديد. هي. اسمك ايه بقى؟ اسمي محمد. ماشي يا محمد، اهم حاجه تكون بتسمع الكلام يا محمد. لا لا جربيني يا استاذ، انا عاجبك قوي. متاكد؟ يعني جربيني وتشوفين. انا مش عارفه اسلام كل اللي بيبعتهم لي كده لابسين جلاليب جلاليب جلاليب، هو ايه القرف ده؟ معلش يا استاذ على تعني. تمام ماشي، خلي الفلوس دي معاك. الفلوس دي ليا كلها؟ اه هاتلك نجوم واظبط حالك، واهم حاجه عندي ان انت تكون بتسمع الكلام. لا انا احب اقول الكلمه مره واحده، ما اكررهاش مرتين. حاضر يا استاذ. تمام ربنا يخليك يا استاذ، ربنا يعمل بيتك. هدي اول ما اشتغل كده تديني الفلوس دي كلها؟ لا انت على كده معاك فلوس قد كده. يلا الحمد لله. ايه ده ايه ده؟ امال فين الواد اللي قلت له نقطه في المكان هنا ولم الزباله؟ غور على فين؟ حياه امي ما هسيبه. خد يا ايه ده ايه ده ايه ده؟ إيه الفلوس دي كلها يا إيه عم؟ اشتغلت شغلانه جديده وبسم الله ما شاء الله. الوليده اول ما اشتغلت معاها الاستاذه راحت مداني فلوس، قالت روح الهدوم المعفنه دي روح غير كده ولو على حالك. شغلانه اللي تجيب الفلوس دي كلها ورا يا عم؟ ايدك يا عم في ايه؟ يا ابني انت اشتغلت ايه عشان انت سرقت حد؟ لا والله سرقت ايه يا عم في ايه؟ ده انا كنت شغال هنا كده في الارض بتاعك المعفنه دي، وقوم واحد استاذ كده راح سبحان الله كده من عند ربنا راح مودينا عند الوليه دي. الست دي معاها فلوس كتير؟ معاها فلوس كتير قوي. طب انت شكلك كده مش بتاع شغل ومش هتنفع في حاجه. ليه بس بتدقس عليا ليه يا عم؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نعمل مصلحه على الست دي طالما معاها فلوس كتير. ايه نعمل مصلحه زي ايه يعني؟ انا هقول لك هنعمل ايه، هفكر لك، تعالى معايا. رجعنا للزريبه تاني والفيران والقرف والفقر. بس بقى خلاص بقى يا ناقصه. استغفر الله العظيم يا رب. بس بقول لك ايه، كويس ان هي ما افتكرتش التليفون اللي هي جابته لك. فاكره تليفون؟ اه اللي هي جابته لك فاكره؟ الحمد لله ان هي ما افتكرتش. جبتي معاك ليه؟ ما هي نسيته وهي كانت جايبه لك اصلا. يا ست ده مش بتاعنا، ده ممكن تيجي هنا دوليه مفتريه، ممكن تيجي لحد هنا وتتهمنا ان احنا حراميه. يعني انت عايز ايه يا عماد؟ عايز هتودهولها يا ست؟ لا مش هنودهولها يا عماد، هي تستاهل اكتر من كده يا ست. ربنا ربنا يجيب لنا حقنا. بس بقى ممكن تيجي تعملها شمشره هنا واحنا ما ينفعش نتفتح عين. يلا هات التليفون لما تيجي نبيعه ونجيب لنا اي حاجه ناقصانا في البيت. اه حرام. انا عايزه تلاجه، هنبيعه ونجيب بتلاجه، ولو جت مفيش حاجه معانا تلاجه. بس بقول لك ممكن تيجي هنا وتعمل لها شوشره في قلب الحته والناس تقول احنا حراميه. عاجبك العيشه اللي احنا عايشينها دي يا ست؟ الحمد لله على كل شيء. خلاص يا عماد، خلاص يا عماد، انا هودولها بنفسي. روح القرف ده، فقري والله العظيم يا رب. تفهمش دي ولا ايه؟ ده الولية اتلككت عليا عشان بصلي، عشان يبقى تليفوني هتعمل فيا ايه؟ ايه؟ عشان بقى عرفت انت هتعمل ايه؟ ادخل بقى عليها وزي ما فهمت. بقول لك ايه؟ حتى كنا قعدنا ساعة ولا حاجة جبنا هدمة غير البتاع اللي احنا لابسينها دي. يا عم لبس وزفت بقى يا محمد، مفيش وقت لللبس، امسك بس دي زي ما قلت لك، ياخد بالك المصلحة دي حلوة، لو ظبطت معانا هتبقى مصلحة في الجون وهتظبط. بس أنا خايف عم أحمد أبو العريف. ما تخافش أنا هبقى واقف بره، مسافة ما تنادي عليا هتلاقيني جيت لك على طول. عناية. ركز بقى يا حبيبي. حاضر يلا. ادخل. يا استاذ. ايه ده انت لسه ما غيرتش؟ معلش يا استاذ ما ينفعش كده، اسيبك اول يوم كده، اول يوم شغل كده يعني، وراح اجيب لبس ان شاء الله يبقى اروح بالليل. تمام سيب المكتب وروح نظف المزرعه دلوقتي. حاضر يا استاذ. بقول لك امور يا استاذ. طب ممكن تجيب لي حاجه الشغل اول؟ عينيا قوي قوي. خلاص تمام. ده انت احلى طلب طلبتيه، بس كده انا هجيب لك تشربي لما تتروي. مش شايف يا مدام ولا يهمك يا احمد. اتفضلي يا مدام. ايه ده اتاخرت كده ليه؟ معلش ما كانش في حاجه ساعه هنا فروحت جبت من بره وجيت. تمام ماشي مدام. هو ده اتاخر كده ليه؟
ادخل اشوفه لو يطمح في المصلحه الواحد. اه المصلحه حلوه برضه وتغري. شراب 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 كمان. ايوه كده روحي. ايه جالك هنا وهتسمع صوتنا هي؟ يا عم اتاخرت ليه؟ انا لقيتك اتاخرت عملت ايه؟ حطيت لك الازازه كلها والدنيا تمام. طب تمام كده. طب ايه الدنيا كده؟ هشوفها كده لما تقول لي اطمن بس. انجز يا عم. تمام بقى كده براحه. تمام كده؟ تمام. طب يلا يا دامي. اصبر اصبر. استاذه يا استاذه انت بتعمل ايه؟ الله يخرب بيتك. ده هي كده مش هتصحى النهارده. طب عسل شوف الدنيا. اوبا خش يا عم. اوي تمام. امسح الفلوس دي. بتعمل ايه؟ مفيش اي حاجه. بقول لك ايه؟ يلا بقى. بقول لك ايه؟ ايه؟ روح انت وانا جاي وراك. احمد احنا فلوس بس وسرعه بس يا اخوي. يا ابني انت دماغك راحت لفين؟ ده انا بس هشوف لا يكون في ذهب ولا فلوس تاني. هاكد الدنيا روح بس. يلا ماشي. مش لابسه ذهب ولا اي حاجه ولا ايه؟ بس اللي موزز انا كده. الواحد يفهم ايه. يا استاذه زمايل مش حد ولا ايه؟ زمايل يا نهار اسود. الواد هيروح في داهيه كده. بس اقول لك حلال عليا دول. وهي فكرته هي اساسا. يا استاذ زمايل استاذ زمايل يا نهار اسود يا نهار اسود. ايه اللي عمل فيها كده؟ يا لهوي انا همشي لحسن حد يجيب فيا التهمه. لا طب التليفون هسيبها كده. لا حرام. انا هصورها وامشي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. يا لهوي يا نسبتي يا نسبتي. اللي عمل فيها كده يا لهوي. انا لازم اقول لها مات. الصور دي توديها في داهية. هي مش رمتنا. انا بقى مش هحلها مش هسيبها في حالها. ماشي يا استاذة مي. حقي رميتك في الشارع ليا انا وعيلي وجوزي. لا فاضي كده. ماشي. في تاخرت ليه كده؟ مفيش. بقول لك ايه؟ يلا عشان احنا نرجع المكان تاني. نرجع ايه؟ اه ما انا رحت لها. هو كده اعتذر صح؟ هي من تكريم يا رب. ده احنا هنروح وهنعيش والحمد لله الحمد لله. مش هنقعد في العيشه دي تاني الحمد لله. ايوه. واقول لك على حاجه كمان. ايه؟ انت مش هتشتغل. هنبقى احنا اصحاب البيت. انا مش فاهم ازاي يعني؟ ويبقى البيت اصلا بتاعنا ومحدش هيقدر يرفع عينه فيك تاني اصلا ولا فيا. ليه هي كتبت لك البيت يعني؟ اعتذرت لك وكتبت لك البيت باسمنا يعني ولا مش فاهم؟ لا يا حبيبي مش باسمنا ولا حاجه. بس انا هقول لك ده انا هوريك ايام اسود من الليل.